الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وكمالك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن الجميل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبتهم وأن يرضى عنا معهم. وبعد، فنحن أمام عدة مواقف متلاحقة ومتداخلة: يوم بدر، العشر الأواخر من رمضان، يوم العمال، ونلتقط من كل جانب موقفا واحدا سريعا. أما عن يوم بدر وهو يوم الفرقان، فنقف أمام موقف لأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ألقت قريش بقضها وقضيدها وخيلها وخيلائها تريد أن تجهز على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بالمدينة، وهم كما وصفهم القرآن كانوا أقل عددا وعدة وعتادا، حيث يقول الحق سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلة، مستضعفون عددا وعددا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما علم بمقدم جيش قريش، وقلنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم تسمى أياما، وإلا فمن الذي غزا من؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج بجيشه إلى مكة، أو أن مكة هي التي جاء جيشها ليغزو النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته المشرفة؟ والقرآن الكريم سماها يوم الفرقان ويوم حنين، فنسمي الأسماء بمسمياتها، لأن ديننا دين لا يعرف البغي ولا الاعتداء ولا يتشوف للدماء، إنما يعرف الحفاظ على الأوطان والأعراض والدفاع عن الوطن وحمايته. لما جاء المشركون من مكة إلى المدينة كان لابد من حماية الوطن وحماية الدين وحماية النفس وحماية الأعراض والأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أشروا علي أيها الناس، ماذا نصنع؟ فتحدث سيدنا أبو بكر فقال: وأحسن. ثم تحدث سيدنا عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم تحدث المقداد بن عمرو فقال: وأحسن. وهؤلاء الثلاثة كانوا من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. ففطن سيدنا سعد بن معاذ من الأنصار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع رأي الأنصار. لماذا؟
لأن الأنصار عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة بايعوه على أن يحموه داخل المدينة، لا يمس بسوء ولا يناله أذى ما دام بينهم داخل المدينة، ولم تتطرق المبايعة إلى القتال معه خارج المدينة، فكأنه يريد أن يأخذ منهم عهدا جديدا أو بيعة جديدة، ولا يفرض عليهم شيئا لم يبايعوه عليه من قبل. فقام سيدنا سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، يا رسول الله، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك، فامضي لما أمرك الله به، امضي على بركة الله. وهنا نقول: يا رسول الله، وها نحن أتباعك من بعدهم من خلفهم آمنا بك وصدقناك، نشهد أنك رسول الله حقا، وأنك جئت بالحق المبين، آمنا بك وصدقناك، وأعطينا الله عهودنا ومواثيقنا لنصرة ديننا وأوطاننا والزود عن أعراضنا وأموالنا، وها هم جند مصر كعهدك بهم يا رسول الله، كما قلت عنهم إنهم خير أجناد الأرض، وإنهم وأزواجهم وأبناءهم في رباط إلى يوم القيامة. الدين والوطن، الدين والوطن لا يحمل لواءهما جيل واحد، إنما يحمل لواءهما أجيال إصر أجيال. وكما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسودا في الدفاع عن الحق إلى جانب نبيهم، فالدين يحتاج إلى رجال يحملون لواءه إلى يوم القيامة، وهكذا الوطن. وفي شهر رمضان المبارك، كان العاشر من رمضان، وكان تحرير سيناء، وما زال أبناء هذا الوطن وجنود هذا الوطن وأبطال هذا الوطن يعطون وسيظلون يعطون ويضحون فداء له، لأن لواء الوطن لا يحمله جيل واحد، ولواء الدين لا يحمله جيل واحد. نسأل الله أن يحسن استخدامنا، وأن يجعلنا على عهد الوفاء لديننا وعهد الوفاء لوطننا، إنه ولي ذلك والقاضي عليه. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. نحن في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، مقبلون على أيام وليالي مباركة، هي العشر الأواخر من رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله بالقيام بالذكر بقراءة القرآن، وشد مئزره أي اجتهد في العبادة. وفي هذه الليالي ليلة مباركة، هي ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
التمسوها اطلبوها تحروها في العشر الاواخر من رمضان وليس في ليلة السابع والعشرين فحسب، التمسوها في العشر الاواخر من رمضان وفي كل ليلة عند كل فطر لله عز وجل عتقاء من النار، فعرض نفسك على الله رجاء ان تكون منهم. وها نحن في اليوم الثامن عشر كما قلت، مضى اكثر من النصف، وفي اول رمضان الناس يقولون مضى يومان مضى يومان مضى يوم مضى يومان مضى ثلاثة، وفي العشر الاواخر يقولون بقي ثلاثة بقي يومان بقي يوم لم يبق شيء. مر النصف الاول من رمضان سريعا والثاني سيمر اصعب منه والدنيا اصعب منهما والعمر كذلك، فيا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، كما مضى النصف وزياده سيمر ما بقي وستمر الدنيا وسيمر العمر. وقيل لنوح الذي عاش الف سنه الا خمسين عاما يدعو الى الله بعد بعثته، يا نوح كيف وجدت الدنيا؟ قال كرجل بنى بيتا جعل له بابين دخل من باب وخرج من باب، فالعاقل من اغتنم والغافل من ضيع. فعلينا بالعمل، وبهذه المناسبة في غد في الأول من مايو يأتي يوم العمال للتأكيد على قيمة العمل. ديننا دين العمل والإنتاج والإتقان، والصيام يدعو إلى مزيد من العمل لا إلى البطالة ولا إلى الكسل، الصيام يدعو إلى مزيد من العمل. لا تؤجل أعمالك إلى بعد رمضان فأنت لا تضمن، بادروا بالأعمال الصالحة. فتحية لكل عامل وتحية لكل صانع وتحية لكل متقن وتحية لكل جندي وشرطي ووطني يحمي حمى الوطن ويدافع عنه. نسأل الله العلي العظيم أن يرضى عنا في هذه الأيام. اللهم اجعلنا في هذه الأيام المباركة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذه الأيام المباركة من عتقائك من النار، ولا ينتهي بنا رمضان إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مأجور. اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا لها، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعل لنا منها نصيبا وافعا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.